أنت متهم بالغرور والنرجسية العالية بين أصدقائك. على منو بالضبط؟ دكتاتور؟ على منو؟ لا أنا مغرور. على منو؟ ما أعرف، مسلط. مو أنا أقول. هم أصدقائي يقولون أنا مسلط. الناس. مستحيل. أنا مسلط؟ آه. اليوم إذا أكو طلعة الفلان مكان. من يقود الطلعة؟ كلنا. يعني انت تقول مثلا لفلان بوكان خلاص كل جوز. انا اقول هم يوافقون الراي هذا، مو غرور ولا تسلط، بالعكس انا ما انغر لا على اصدقائي ولا على اهلي ولا على الناس اللي تحب تتابعني. مستحيل. يعني انت اليوم مو نرجسي. انا انغر بحاله واحده، اي على الناس اللي كانوا مغرورين علي من كنت لا شيء. اها، حتى اكون صريح وياك. هو انا جاي، يعني جاي اجيك بهذا الموضوع. اي حتى اكون صريح وياك. اذا اليوم مسلم، اذا انت صديقي سابقا قبل لا انت تكون اعلامي وقبل لا انا اكون مشهور، انت صرت اعلامي فقمت تبالي بطرف عينك وكانما انت حققت فد شيء وانا لا شيء، انغريت علي بذاك الوقت. انا من نجو احقق رقم راح انغر عليك. اها، انت زرعت هذا الشيء فتتحمله. مو يقول لك اترك اثر طيب، انت ما تارك اثر طيب بداخلي. صح. صح لو مو صح؟ صح. انا اليوم يعني هيك بيني وبين نفسي قلت ما وافق الراي بكل المواضيع، بس لا مو أمر مقنع. يعني اليوم إذا ليث مغرور عليك كان بعدين أنت صرت حققت فتشي. نعم. أكيد راح تنغر علي. ليش؟ لأن تتذكر فعلا هو شنو كان وياك. تمام.